السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعرف عن الراوتينج بروتوكول ريب. الريب يقوم في حساب أبسط طريق أو أسهل طريق وأقل راوترات فيه، كما تشاهدون ريب هوب كاونت. الريب سوف نقوم في تعريف الريب. كما تشاهدون الصورة التالية توضح لكم بروتوكول الريب كيف يعمل. سوف يقوم في اختيار أبسط طريق وهو الراوتر الأعلى، قم في اختيار الراوتر الثاني. لماذا؟ لأن الطريق المختصر له هو الأسرع. لم يكن في اختيار الراوتر السفليين لأن الراوتر الثالث والرابع هما تو هوب كما تشاهدون أي تأخر. اليوم سوف نقوم في تعريف البروتوكول الريب. سوف نذهب إلى الراوتر، سوف نقوم في تعريف هذه الشبكة ثلاثة والشبكة الأخرى هنا واحد. نقوم في كتابة الراوتر ومن ثم الريب، ومن ثم نقوم في تحديد الفيرجن الثاني، لأن راوترات سيسكو تلقائيا سوف تقوم في تحديد الفيرجن الأول إن لم نقم في تحديد الفيرجن الثاني. نقوم في كتابة النتورك ومن ثم الشبكة هنا 3.0.0.0 ومن ثم الشبكة الأخرى وهي شبكة الواحد. وبعد أن انتهينا الآن نقوم في إغلاق النافذة. كما تشاهدون هذه الشبكة واحد. نقوم في تعريف الراوتر الآخر راوتر، ومن ثم نقوم في تعريف الريب، ومن ثم نقوم في اختيار الفيرجن الثاني، ومن ثم النتورك 6.0.0 هي هذه الشبكة. نقوم في تعريف الشبكة الأخرى هنا، الشبكة المشتركة وهي واحد، ومن ثم نقوم في تعريف الشبكة الأخرى هنا راوتر ريب، ومن ثم فيرجن الثاني أيضا، ومن ثم نقوم في تعريف الشبكة السادسة والاثنان هنا شبكة نتورك، ومن ثم الشبكة الاثنان. والآن وننتهي ونذهب إلى الراوتر الآخر ونقوم في تعريف الشبكة ريب الثانية والأولى. نقوم في اختيار الفيرجن الثاني ومن ثم النتورك الأولى، ومن ثم النتورك الثاني. هذه الشبكة الأولى والشبكة الثانية، ومن ثم نذهب إلى الراوتر السادس. نقوم في تعريف الشبكة راوتر ريب، ومن ثم فيرجن الثانية أو إصدار الثاني، ومن ثم الشبكة الرابعة. كما تشاهدون هنا المتصلة مع الحاسوب والشبكة الثانية هنا، وثم النتورك نصبر. والراوتر وبروتوكول الريب يتأخر 30 ثانية إلى أن يتعرف إلى الشبكات. نقوم في الاتصال من هذا الحاسوب إلى الحاسوب الآخر ونرى البروتوكول الريب كيف سيختار الواجهة، هل سوف يختار الراوترين أو الراوتر الواحد. نقف في عمل بينك. الآن نذهب إلى سيمولوشن المحاكاة، ومن ثم نختار الـ ICMP هي الرسالة الخاصة في البينك. نقف في عمل بينك ونرى كيف سوف يختار. خرجت الرسالة كما تشاهدون. الآن انتقلت إلى السويتش ومن ثم إلى الراوتر، قام في اختيار أبسط طريق أو الطريق المختصر له، ومن ثم ذهبت إلى الحاسوب وثم قامت بإعادة الإجابة، وأيضا الإجابة ذهبت من الطريق المختصر ومن ثم إلى الحاسوب كما تشاهدون. ونجحت لدينا العملية. ومع السلامة.